بشكل عام نحن الدكاترة ما لنا عطلة يعني، فمنقسم المناوبات بين بعض ودائما يعني في دوام حتى بالأعياد. كل عام وانتم بخير وان شاء الله هيك عيد فطر سعيد على الكل يا رب. نحن بشكل عام انه عم نشتغل وما عطلنا ابدا وناطرين يعني انه هيك بكافه الجاهزيه يعني لاستقبال اي حاله مرض، وان شاء الله ما منقصر مع حدا وكل عام وانتم بالف خير يا رب. نحن مداومين هون 24 ساعه الكادر الاطباء والتمريض، وكل عام وانتم بخير جميعا. نحن كوادر المشفى من الباب الرئيسي لباب الاسعاف للطوابق جاهزين لاستقبال اي مريض خلال فترة العيد، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وان شاء الله عيد فطر عليكم سعيد. فترة العيد مباشرين احنا بالعيد، ما عندنا عطلة، وكل عام انتم بخير وسوريا بخير ان شاء الله. نحن هون بدنا نطلع قاعدين على خدمة المواطن 24/24، مثل ما انك شايفة عمالنا كلها تحت الجاهزية بإذن الله، عرفت علي كيف؟ وان شاء الله كل عام انتم بخير.